صارف كسويتش تصف محتاجة بابا وماما سوبرمان ومدارس عايزة فلوس يا لطيف وبقى مفتوحة في كل مكان تربية وصريخ خناقات تخطيخ وعمالة شغالة في البيت يا ظريف يا سلام يا سلام واللحمة بكام عنا يا رب نفسي حد يقول لي خد دراعي خد المشيكات وعليا كوم طلبت تخد العيلة وجو العيلة ومين بيربي وشال الشيلة ده حوار اوفر يا معلم مش بالساهل بديه الليلة تكاليف مصاريف كسويتش تصيف محتاجة بابا وماما سوبرمان ومدارس عايزة فلوس يا لطيف وبقى مفتوحة في كل مكان شغالة في البيت يا ظريف يا سلام يا سلام واللحمة بكام عنا يا رب على دي الليلة أنا دي النهار في الساقية دور والشعر شاب وأنا لسه شاب إشي وصل مية ووصل نور الصبر من عندك يا رب العيلة وجو العيلة ومين بيربي وشال الشيلة ده حوار اوفر يا معلم مش بالساهل لديه الليلة تكاليف مصاريف كسويتش تصيف محتاجة بابا وماما سوبرمان ومدارس عايزة فلوس يا لطيف وبقى مفتوحة في كل مكان تربية وصريخ خناقات تخطيخ وعمالة شغالة في البيت يا ظريف يا سلام يا سلام واللحمة بكام عنا الحمد لله انها جت لغايه كده يعني قضى اخف من قضى يعني الشيكات دي لو كانت اتفرمت اكيد كانت هتوصل للنيابه يعني موضوع النيابه ده بتحدده اللجنه القانونيه لو شافت فيه شبهه جنائيه في الموضوع بس يا ريت يا استاذ عبد العزيز من فضلك تتعاون مع الاستاذ محسن عشان هو اللي يستلم شغلك اشمعنى الاستاذ محسن نعم انا اسف يعني يا فندم انا اقصد ان في ناس اكثر كفاءه من الاستاذ محسن يعني احيانا التركيز يبقى اهم من الكفاءه يا استاذ عبد العزيز كيمو يا ادهم عرفت ايه اللي حصل ايه اللي حصل مس ناديه فصلت نادر من المدرسه بس هم اجمع عليها وجابوا لها الاسعاف معقوله مع ان يعني اللي اسمعه ان نادر ده ابن ناس ومتربي وعيل هادي انا سمعت بقى ان اتصل بيها الساعه 3 الفجر وقعد يغني لها يا بتاع عيننا احنا عيالنا بقول لكم ايه متاكد ان الواد ده هو اللي ورا الحوار اللي حصل ده كله واجب نتجمع كلنا يا جماعه ونروح كلنا للست ام نادر وندعي لها ربنا ينتهى بالسلامة وربنا يقومها بالسلامة صباح الخير يا بابا بابا أنا عارف إن أنا مقصر معاك يعني ومعرفتش أزورك الفترة دي بس غصب عني أنت لو عرفت ظروفي هتعذرني يا بابا أنا مش عايز أعرف حاجة ومتشكرين قوي على الزيارة دي وأسفين يا أستاذ إن ضيعنا وقتك مش مسألة ضيعت وقتي يا بابا بس يعني يا ريت تسمعني طيب يا بابا أسمع إيه؟ شوية لعب العيال بتوعك انت وجميلة عمال تجري وراها عشان حسام ما ياخدهاش منك وسايب ابوك في المستشفى مرمي ما سألتش عليه انت لو عرفت الموضوع يا بابا هتعذرني لان جبت لك العربية يا عمي عشان توصلك عبد العزيز ايه بقى الموضوع اللي انت عايزني اسمعه يا سيدي كمل معلش يا بابا يعني هبقى اتكلم معاك براحتي واحنا لوحدينا اللي انت محتاج تتكلم معاها اهي انما انا عارف بيتي كويس قوي ومش محتاج حد يساعدني اقعدوا مع بعض حلوا التفاهات اللي بينكوا دي ما تخنقوش العيال ولادكوا روحوا يلا حاضر اتفضل ادفع نص عمري اشوف ميس ناديه ونادر بيقول لها الكلام ده اكيد كان حوار انت رايك يا مين مش عارفه اصلا بتقولوا ايه مش نادر اتفصل وجروب الواتساب كله مقلوب على الفضيحه ده بيقولوا انه اتصل بميس ناديه وقال لها هو قال لها كده ليه
يا سلام، ده على اساس انك ما تعرفيش ان اخوكي هو اللي عمل له الحوار ده. لا طبعا، وكريم هيعمل كده ليه يعني؟ ايوه يا جماعه، انا كمان ما اعتقدش ان كريم مهما يوصل بيه الذكاء انه يقدر يوصل نمره مس ناديه البرايفت. نمره البرايفت جميله. انت مش شايفه ان الوقت ما كانش مناسب ان انت تسيب البيت؟ بالعكس، الوقت مناسب جدا. مناسب جدا يعني ما يبقى في واحد عايز يبطل ادمان، والثانيه عايزه الحمل يكمل، والثالث عايز يرجع الكار، وتقولي وقت مناسب جدا؟ عبد العزيز انت عارف كويس قوي ان انا بعرف افصل ما بين الحاجات، وموضوع الامنيات ده انا مش ناسياه. كل الحكايه بس ان انا بحاول اعرف امنيه كل واحد فيهم من غير ما يعرف ان احنا فتحنا الصندوق وقرينا الورق بتاعهم. اجيب حاجه لحضراتكم يا فندم؟ اما نعوزك هنندهلك يا ابني. اهي دي بقت طريقتك مع كل الناس طول الوقت. مالها طريقتي؟ اجيبه يعني ابوس دماغه واعتزله فيه ايه؟ وطي صوتك يا عبد العزيز، الناس بتتفرج عليك. المهم انت خليتيني اكلم كاميليا واقول لها الكلام اللي انت عايزاه كله، وفي الاخر ما رجعتيش البيت، في ايه يا جميله؟ انت عارف يا عبد العزيز انا اخترت المكان ده ليه؟ عشان ده المكان اللي تهببنا اتقابلنا فيه اول مره. اتهببنا؟ ماشي، كويس ان انت لسه فاكر. انا من وقت للتاني باجي اقعد هنا لوحدي عشان افتكر عبد العزيز اللي انا قابلته هنا اول مره. عبد العزيز اللي انا حبيته، مش اللي انا اتجوزته. وماله عبد العزيز اللي انت اتجوزتيه؟ بص حواليك وانت تعرف ماله. يا جماعه ما كل واحد يخليه في طبقه. المهم انت عايزه مني ايه دلوقتي يا جميل؟ بريك، ناخد بريك من بعض يا عبد العزيز. عايزه تطلقي يعني؟ انا ما جبتش سيره الطلاق، وموضوع كاميليا ده انا عديته بمزاجي. انا عايزه اتنفس يا عبد العزيز. انا اتجوزتك وانا لسه عيله في الجامعه، يعني من 18 سنه، وفجاه لقيت العيال كبرت وحسيت ان عمرهم ده اتسرق من عمري. انت فاهمني؟ جميله، هتطلبه دلوقتي يا فندم؟ خد وقتك يا فندم. انت اتغيرت قوي يا عبد العزيز. بص يا جميله، بص على المنيو بتاع المطعم، هتلاقي الاكل اللي كنا بنطلبه زمان اتغير، الاسعار اتغيرت، اسم المطعم نفسه اتغير. مش عايزان انا كمان اتغير؟ كريم، كريم انت يا ابني، يا كريم. ايه يا ياسمين، بتنادي حبيبتي؟ لقيتك كاتب على الفيسبوك انك بتسمع يا بتاع النعناع يا منعنع، وتلات ارباع المدرسه عامله لك سمايلي فيسز، فقلت بقى لما اجي افهم الموضوع. لا والله ما لا موضوع ولا حاجه، بس هي الفكره ان اغنيه حلوه وعلقت معايا. يعني اللي بيتقال على الفيسبوك والواتساب صح؟ ايه اللي بيتقال يا ترى؟ كريم ما تحورش، انت اللي اديت النمره بتاعت مس ناديه النادر على انها واحده شمال. انت هتزيتي في الزيطه؟ ايه لاي كلام اللي انت بتقوليه ده؟ ما هو انا لو ما كنتش شفتك بتاخد الورقه اللي فيها نمره من جده ما كنتش صدقت. على العموم ما حدش يعرف يثبت ده. وهو ذنبه ايه يعني يتفصل من المدرسه؟ ده غير المحضر اللي مس ناديه مصره ان هي تعمله له. والله اللي يلعب مع الاسد يستحمل بقى. كده ماشي يا عم الاسد. ماشي، فصلتيني يا بتاع النعناع يا النعناع يا النعناع. ميرسي على الزيارة الحلوة دي والورد الجميل ده. ده أنا مختاره وردة وردة لأحلى وردة. ميرسي قوي. بس أنت عرفت عنواني منين؟ كريم وياسمين وأنتي مودياهم المستشفى، مش شاورت لهم؟ وأنا بقى جرجرت ياسمين في الكلام. تعبت نفسك والدكتور قالك لازم ترتاح. وأنا سمعت كلامه وجيت لأكتر حد برتاح معاه. ميرسي جدا. عموما انا مش هطول، انا هشرب القهوه واتكل على الله. قهوتك ايه؟ على الريحه. انت مستنيه حد؟ ما حدش بيجي في الوقت ده غير وجدي اخويا. وينفع يديني هنا؟ لا عادي مفيش مشكله. عن اذنك افتح له. اتفضلي. ياسمين، في حاجة يا حبيبتي؟ أنا آسفة يا ميس إن أنا جيت البيت لحضرتك، بس أنا عايزة أتكلم معاكي في موضوع خاص. ما ينفعش نتكلم الكلام ده في المدرسة؟ معلش يا ميس، لازم يكون بعيد عن المدرسة، مش هاخد من وقتك أكتر من 5 دقايق. اتفضلي. شكرا. تمام أحسن باشا، في عربية ظهرت بالمواصفات اللي بلغتني بيها سعادتك. عند مين؟ عند العيال بتوع التبين، واستخسروا يقطعوها فكمروها لحد ما يضربوا لها ورق ويبيعوها. حلو قوي الكلام ده، يلا بينا. انت ايه اللي جابك هنا يا جدو؟ انا
جاي اشكر الست اللي وقفت معانا وقفه نبيله في المستشفى. انت ايه اللي جابك؟ كريم هيلبس نفسه مصيبه. ازاي؟ هو انا بصراحه مش عارفه اقول لك ازاي، بس لازم اقول لك عشان ما فيش غيرك انت ومس ناديه اللي ممكن تساعدوني عشان نلحق مستقبل الولد اللي هيضيع بسبب كريم. انا مش فاهم منك حاجه خالص. اتفضلوا اقعدي يا مس ناديه. شوف المصيبه اللي جايبها لنا معايا ياسمين. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ انا هحكي، بس قبل ما احكي لازم تكونوا عارفين ان انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص، اقسم بالله. ديما حبيبتي كانه برداني مو فتجيبي شال لك من جوا. مو برداني في ايه يا انصاف؟ انت قاعده بصالي في اللبايه اللي انا باكلها كده ليه؟ اصلك انا مش فاهم انت ليه لغايه دلوقتي ما رجعتيش بيتك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت الزهايمر شغال معاكي مع كل الناس وجايه تفوقي نفسك عليا دلوقتي؟ اصل جوزك ده راجل محترم وحرام عليك البهدله اللي انت مبهدلها له دي. هو كان حد اشتكالك؟ وبعدين هو مش متبهدل ولا حاجه، بنته قاعده معاه وبتعمل له كل طلباته. اهي بنته اللي قاعده معاه دي قاعده معاه بحجه ان هو قاعد لوحده وسايبه جوزها وبيتها اللي هيتخرب من تحت راسك. لمي لسانك شويه وتلمي بدل ما المك. وان ما تلمتش يا سكينه هتعملي ايه؟ هوريكي يا انصاف انا هعمل ايه. انا هوريكي. والله انت ست بتاعت كلام ولا تقدري تعملي حاجه. مرحب بسلام المشاهدين في كل مكان، اهلا بيكم ومرحبا في برنامجكم الشيف. النهارده معايا طبق جميل، هنعمل طبق سمك فلورنتين. هنشوف مقاديره مع بعض دلوقتي. عندي سمك فيليه، اروس، عندي توم، بصل، كريمه لباني. الو الو يا شيف. ايه يا جماعه مش طول معايا اتصال تليفوني؟ يعني هو انا غريب يعني عشان استاذن اكلمك انا اكلمك في اي وقت انت حبيبي. اهلا بيك يا استاذ عبدو. اهلا بيك يا فندم. انا كنت عاوز ادردش معاك كده بخصوص موضوع الانفلات الامني، يعني حاكم برضه لازم الواحد يتكلم معاك كده ويدردش في الحاجات دي صح؟ والله يا استاذ عبدو ده برنامج طبيخ مش برنامج توك شو، اتكلمني في اي حاجه في الاكل انا خدامك. الواد زيزو جوز بنتي هو في الحقيقه مش اسمه زيزو، هو اسمه اساسا عارف يا سيدي اسمه عبد العزيز. وبدأوا له يا زيزو. والمدام بتاع حضرتك بتقول له يا موكوس. اسم الله عليك حبيبي يا شيف حبيبي. الواد زيزو جوز بنتي العربية بتاعته اتسرقت من الشارع بتاعنا. أنا كل اللي طالبه بس إن أنتوا تكتبوا في السوتيتر كده مواصفات العربية، لعل وعسى ربنا يكرمنا كده وأي حد يبلغ يلاقيها يمكن نلاقي العربية ونلاقي اللي فيها ينوبكوا صواب. معاك بقى ورقه وقلم تكتب المواصفات. كل ده يطلع من كريم؟ الولد ده لازم يتضرب بالجزمه عشان يتربى. هو انا اول ما اتاكدت ان كريم هو اللي عمل كده قلت لازم اجي واقول لحضرتك عشان نادر ملوش ذنب. كويس ما عملتش محضر في الولد لولا مامته دخلت المستشفى واستنيت لما تفوق. ايوه بس ده ما يمنعش ان نادر كمان قليل ادب ولازم يتربى. لو عايزين رايي هما الاثنين غلطانين، واي رد فعل من حضرتك ناحيه واحد منهم هيسخن التاني عليه. هما الاثنين هيفضلوا ينتقموا من بعض كده؟ ما هو ده اللي خلاني اجي واتكلم معاكي، هما الاثنين لازم يتصالحوا عشان الحرب دي تقف. حرب ايه وكلام فارغ ايه؟ ده عيال لازم تتضرب وتتكسر رقبتها عشان يبقوا عبره للاخرين. جدو ممكن ما تندمونيش ان انا جيت وقلت لكم على اي حاجه؟ هو انتوا ليه عايزين تحلوا كل المشاكل على مزاجكم؟ يعني ليه ما نديلهمش كمان فرصه؟ فرصه ايه بقى ان شاء الله؟ يعني لو حضرتك لغيتي قرار فصل نادر وقلتي له ان انت هتنسي كل حاجه وقالها لك في التليفون بس بشرط هو كمان ينسى كل اللي عمله فيه كريم ويديله كمان فرصه. طب نادر هيسامح كريم عشان خاطر انا سامحت نادر. انا بقى هسامح نادر في مقابل ايه؟ في مقابل ان انا كمان هنسى اني شفت جده هنا. وهدي حضرتك فرصه تانيه يا مس. مس؟ ده انت اللي مس. خدي يا وليه هدومك المعفنه دي. بترميلي هدومي على الارض يا سكينه؟ كلمه واحده كمان هرميهم وارميكي وراهم من البلكونه. ايه 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 في ايه بس؟ في ايه ايه اللي حصل؟ تعالى شوف يا زيزو، شوف امك بتعمل فيا ايه؟ ايه ده ايه ده؟ انت عارفه كويس قوي ان انا مش امه، ما تستهبليش عليا. يا ست سكين يا حماتي، انت عارفه يعني ان هي ست مريضه يعني خدي على قد عقلها. هي يا عبد العزيز لا مريضه ولا حاجه، دي بتعمل كده وكده عليك وعلى ابوك وفي الاخر هتطلع مخبر مدسوس علينا. شايف بتقول ايه؟ معلش اهدوا بس عشان راجع من الشغل تعبان وهدخل انام. لا مفيش نوم غير اما تحللي المشكله دي. انا لا يمكن هنام معاها في اوضه واحده ابدا الليله دي. ولا انا يا حبيبتي. زيزو انت تنزل دلوقتي حالا وتجيب لي شقه تانية غير دي. حاضر يا ست انصاف، بكره الصبح ان شاء الله هروح اجيب لك شقه ليكي لوحدك. يلا صباح على خير.
هيجيب لي شقة جديدة وانتي لا. شخراسي بقى. حاضر حاضر يا اللي على الباب. ست انصف انت جيتي لوحدك ازاي؟ ادخل يا زيزو. عشان ما يقول لي صاحب البيت الاول ولا ايه؟ ادخل يا زيزو. اعمل لكم شاي ولا انزل اجيب لكم فطار؟ لا ابوس ايدك، شاي كويس، بلاش تنزلي. طيب ماشي. اقعد يا زيزو. ولا مش فاضيلي؟ معلش يا بابا معلش، انت عارف ان انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي كلها، خصوصا اليومين دول. السنه اليومين دول بمر بمشاكل كتيره قوي يا بابا. عارف ان انا بقالي 3 ايام تقريبا ما نمتش خالص. سامحني يا بابا معلش. يا ساتر، كل المقدمه دي عشان تقنعني ان انصاف تيجي عندي؟ خلاص يا سيدي اهي جت، امر الله. يا بابا على الاقل هتاخد بالها منك يا بابا، باكلك شربك كل حاجه يعني. مالك يا زيزو يا ابني، فيك ايه؟ عارف يا بابا انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا حبيبي؟ نفسي ادخل اوضتي وانام زي زمان، محدش يصحيني، مفكرش في اي حاجه، لا في جميله ولا في الولاد ولا في الشغل ولا في اي حاجه. زمان وانت صغير كان لما يبقى عندك امتحان صعب تاني يوم كنت تدخل اوضتك وتنام، وكنت دايما اتخانق معاك، اقول لك اوعى تهرب من حل مشاكلك بالنوم، فاكر؟ لكن دلوقتي خلاص بقاش من حق انام ولا اهرب من مشاكلي، لازم افضل صاحي واواجه مشاكلي كلها بنفسي. دينا. نادر ازيك؟ ازيك يا دينا، تعالي. تمام. عايزك في حوار يا دينا ما يتأجلش ثانية واحدة. والنبي يا نادر ابعدني عن حواراتك انت وكريم دي خالص، وبعدين يا معلم انا ماليش دعوة بالحرب اللي بينكوا دي اصلا. هبعدك عن حواراتنا، وهبعدك كمان عن حوار تيكت حفلة انريكي اللي عند الاهرامات اللي انت كنت عايزة تروحيها. بتهزر يا ابني، انا اصلا هتجنن عشان اجيب تيكت الحفلة دي ومش عارفة الاقيها. اتنين يا دود، تيكتين بس. خلاص بقى مش عايزه لطك في الحوارات. لا 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 يا معلم استنى، لطني انت بس ومالكش دعوه. انت عايز ايه بقى من كريم؟ ياسمين اخته. مالها؟ عايزه ارتبط بيها. هو انت عايزني اروح لياسمين واقول لها احب نادر؟ يا اذكى اخواتك مش كده. كل اللي عليك انك هتجيبي لي تقارير بتحركاتها اليوميه واي معلومه ممكن استفاد منها عشان اوقعها على السخان. اعتبره حصل يا معلم. هو ده يا دود، فينك من بدري؟ انا مش فاهم نادر ده راجع المدرسه ازاي. انت مالك بقى يا كريم؟ ما تخليك في حالك. يعني ايه خليني في حالي؟ مش عارف نادر ده عامل ازاي. مضايقك في ايه يعني؟ مش فاهمه. امسك يا كريم، خد دول. ايه ده؟ ايه الفلوس دي؟ تاخد تاكسي دلوقتي وتلحق باباك في البنك قبل ما يخلص شغل، تقول له يكمل عليهم ويدفع القسط تاني من مصاريف المدرسه. طب ما بكره يا ماما. بكره ايه يا حبيبي؟ هيدفعونا غرامه بكره، وبعدين احنا بندبر المبلغ ده بالعافيه. خلاص خلاص هتشحتي، هاتي فلوس التاكسي. يا قليل الادب، هشحت التاكسي عشان المواصلات. اتفضل يلا تعالي يلا روحك. هترجعي البيت؟ لا طبعا هوصلك في طريقي بس، وبعدين ارجع انا عند بابا. ميرسي، هعرف اروح لوحدي. انا مش عارف الموضوع ده كبر بالسرعه دي ازاي. عادي يعني، غلطه وكلنا معرضين ليها. مشكله بقى ان انا اليوم ده كنت متوتر جدا، سرقه العربيه والفلوس اللي كانت فيها. صحيح انت وصلت لحاجه في موضوع العربيه؟ ولا اي حاجه. حسام ده بكلمه تقريبا يوميا ما لا يقل عن 100 مره، لدرجه ان الراجل زهق مني. امبارح ظبطوا عصابه بتسرق عربيات، رحت بصيت على العربيه شبه عربيتي طلعت مش هي. معلش ان شاء الله هتتحل. اهم حاجه بس عشان ما اضيعش وقتك، موضوع ايقافي عن العمل ده ما حدش يعرفه يا شريف، يعني لا حمايه ولا حماتي ولا جميله لو سالوك يعني. ها؟ لا ما تقلقش عيب عليك، المهم انت هتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف يا شريف، خصوصا ان الوضع المالي زي الزفت. لو احتجت اي حاجه قول لي، ده انت اخويا الكبير، وبعدين انت ياما سلفتني. ادي انت بتقول اهو ياما سلفتك، عاوز منك ايه؟ وبعدين السلف مش هو الحل، الحل ان انا لازم اشتغل وباسرع وقت. عليا ديون قد كده واقساط، ده غير ال 250 الف جنيه بتوع حمايه. مش عارف يا شريف اعمل ايه. صباح الفل يا بابا. ايه يا ابني ده؟ داخل كده من غير استئذان؟ انا اسف معلش، هو مش ده مكتب استاذ عبد العزيز عليوه؟ عبد العزيز؟ اقرا مكتوب ايه هنا؟ محسن دردير.
اوكي معلش، هو مكتب استاذ عبد العزيز بقى فين؟ مين بقى الاستاذ عبد العزيز ده؟ ده بابا، هو مدير خدمه العملاء هنا في البنك. بابا انا فاكر ان انا سمعت الاسم ده قبل كده، بس اللي انا اعرفه انه موقوف عن العمل وبيتحقق معاه. ايه بيتحقق معاه ليه؟ اختلس او حاجه زي كده. في اي خدمه اقدر اقدمها لك؟ لا 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 شكرا. كريم زيزو. ايوه انا زيزو.